من الصباح بتروح الملعب بتروح الملعب البيت وخلاص. اي والله العظيم انا ما قديت الملعب صراحه، بس هي ما شاء الله شاد حيلها شويه. اهلاوي؟ اهلاوي. الجو جميل، الاطفال والنساء وكذا، الجو مره رائع وكويس. ما هذا الوضع الطبيعي اللي المفروض كان يصير من اول، ما كان في شيء يمنع انه النساء يدخلوا الملاعب. اذا كان في تنظيم رائع ومنظم زي اللي انا شفته اليوم، بالنسبه من الدخول الى وجودهم هنا الى التذاكر الى تيسير امور الشباب وان هم كيف يدخلوا بالسيارات، هذا هو الشيء الطبيعي اللي المفروض كان يصير من اول. هذه بنتي ريان وجايين نحضر انا وياها المباراه ان شاء الله. بدات اجازه طيبه وامر طيب انه نجي اول يوم هنا ودخلهم التاريخ بحضور اول مره الملاعب. والله مره متحمس الحمد لله، وان شاء الله تكون تجربه حلوه ان شاء الله. الواحد يعني بدل ما يجي مع اصحابه، كل مره مع اصحابك دحين مع اهلك، يعني المره الجايه تجي انت واخواتك وزوره اخواتك كلك، يعني تجوا كذا زي ما تقول مجموعه كامله. جيتي مع ولدي احلى واحلى، وانتوا يا عيالي احلى واحلى والله، والمواقع حلوه والحمد لله اللي انفك لنا احنا نشوف ونتمشى وكل حاجه، نحمد الله ونشكره.